ومن مسائل الصوم أن المسلم إذا سافر الأفضل في حقه إذا لم تكن هناك مشقة ولا إضرار، الأفضل في حقه أن يكمل صومه. ولهذا لو أنه خرج من بلدته وهو صائم وفي أثناء الطريق رغب أن يفطر فله ذلك، على الصحيح من قول العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة، فلما بلغ كراع الغميم قالوا يا رسول الله إن الناس يشق عليهم الصوم وإنهم ينظرون فعلك، فقام عليه الصلاة والسلام من باب الرحمة والشفقة على من كان معه فقام فشرب عليه الصلاة والسلام وأفطر. فإذا لو خرجت من بلدك وأنت صائم تريد السفر، لا تريد أن تتحايل على الفطر، لأن من أراد أن يتحايل على الفطر ويجعل السفر سببا لذلك هذا لا يجوز له أن يفطر ويحرم عليه الفطر ويجب عليه الصوم. لكن من أراد أن يسافر وكان صائما فرغب أن يفطر في طريقه فله ذلك. لكن الأفضل للمسلم حتى ولو أدركه الصوم في سفره الأفضل له أن يصوم، إلا إذا كان يشق عليه أو يتعبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو الدرداء في صحيح مسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم شديد الحرارة وإن أحدنا ليضع يده على رأسه ليتقي بها الشمس وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة.